مساء الخير على زوار في الجول دوت كوم، اهلا بيكم في لايف جديد من في الجول. هنتكلم النهارده عن قرعه دوري ابطال افريقيا، قرعه ربع النهائي واللي كملت معانا كمان لحد النهائي. يعني القرعه بس مش علشان الدور الجاي، القرعه لحد النهائي. الاهلي طبعا زي ما انتم عارفين هيلاعب سان داونز في تكرار لربع نهائي النسخه اللي فاتت، والزمالك هيلاعب الترجي في تكرار لماتش السوبر الافريقي يوم 14 فبراير، علشان الزمالك يلاعب الترجي 3 مرات ورا بعض. هكون معاكم امير عبد الحليم ومعايا اسلام كولومبيا. هنتكلم عن قرعه ربع نهائي دوري الابطال. هنتكلم بشكل كده عام في الاول عن الاهلي وعن الزمالك، وهنستقبل بعد كده اسئلتكم وكومنتاتكم علشان نقراها سوا مع بعض ونجاوب عليها. خلينا الاول ابتدي اسال اسلام. اسلام، شفت ازاي القرعه؟ يعني انت شايف القرعه صعبه على الفرق المصريه، ولا شايف ان هو ده الطبيعي بما ان الاختيارات يعني كانت محدوده لان الفرقتين للاسف خلصوا في الوصف؟ بص، خلينا نبدا نقول ان الاهلي والزمالك اللي وجودهم في الوقت الحالي، وان احنا شايفين ان الاهلي والزمالك هم الاطراف الاضعف، ده نتيجه لعوامل كتير في السنين الاخرانيه. الاهلي والزمالك فقدوا هيبتهم على المستوى الافريقي، حتى لو الزمالك كسب الكونفدراليه الافريقيه، بس الاهلي والزمالك ما بقاش عندهم الهيبه اللي نقدر نقول عليها دايما لما كان زي زمان، ان بنقول الاهلي او الزمالك في دور الثمانيه فمين المرشح الاول للفوز باللقب، الاهلي او الزمالك. دلوقتي بقت الكفه ناحيه الترجي، ناحيه الوداد، ناحيه مازيمبي، ناحيه صن داونز، فالكفه للمنتخب للانديه المصريه قلت بشكل واضح في السنين الاخيره. لما هتيجي تبص برده على مستوى النتائج من قبل كده اهوت، هتلاقي ان الاهلي خسر السنه اللي فاتت قدام صن داونز بنتيجه 5-0، الزمالك خسر قبل كده مرتين بالخمسه برده قدام النجم وقدام الوداد. فبالتالي انت بتتكلم ان الانديه المصريه في الشكل بالشكل العام اللي احنا بنشوفه دلوقتي، لا احنا طبيعي ان انت لازم تبقى خايف وداخل مرحله دور الربع النهائي، لا احنا مش عايزين نلعب صن داونز، لا مش عايز العب الترجي، لا مش عايز العب مازيمبي، مش عايز العب النجم. فهو ده اللي كان مخلي الجمهور او الناس عموما في الايام الاخرانيه في الثلاث او اربع ايام من بعد نهايه دور المجموعات مقلقين شويه من القرعه. طبعا قلقهم خلاص بقى زاد اكتر، لان القرعه اديتهم الماتشات اللي هي ما كانوش، يعني الاهلي ما كانش عايز يلعب صن داونز. بس انا هقول لك على حاجه، انا بشوف ان الاهلي حاله غريبه شويه مختلفه عن الزمالك. ليه؟ لان الاهلي كان محافظ على تواجده في دوري ابطال افريقيا عكس الزمالك اللي كان بيروح يلعب في الكونفدراليه. فالزمالك انا بشوف ان دايما مشاكل الزمالك مش مشاكل فنيه على قد ما هي مشاكل اداريه. تمام. ان انت بتغير المدربين كتير وبتعمل صفقات كتيره كل سنه، فمفيش شخصيه للفريق. تمام. يعني على سبيل المثال انت قلت دلوقتي ان الزمالك كسب الكونفدراليه السنه اللي فاتت، طيب الزمالك لما كسب الكونفدراليه السنه اللي فاتت كسبها مع مين؟ كسبها مع كريستيان جروس. كريستيان جروس فين دلوقتي؟ كريستيان جروس مش موجود. طيب تعالى كده نعد الاسماء اللي كانت موجوده في الملعب، هتلاقي ان مثلا ممكن يكون ان اكتر من ربع الفريق ده ما بقاش دلوقتي موجود او ما بيلعبش بشكل اساسي. حمدي النقاز مثلا ماشي، ما بقاش موجود. جنش مصاب دلوقتي او راجع خلاص من الاصابه، بس في نفس الوقت اكيد جنش مش هيرجع على التشكيل اللي هيلعب على طول ضد الترجي. يعني اكيد ابو جبل بالمستوى اللي بيقدمه لحد دلوقتي هو اللي هيكمل، حتى مش محمد عواد اللي ابتدى الموسم بشكل اساسي. عندك خالد بوطيب خلاص عقده اتفسح، عمر السعيد ما بقاش هو مهاجم الزمالك، بقى في دلوقتي مصطفى محمد، في مصطفى محمد، في كاسونج، بن شرقي، في اوناجم، في عوده كاسونجو، في عوده شيكابالا. فالزمالك كله فرجاني ساسي مستواه قل كتير عن الموسم اللي فات. فمشكله الزمالك هو الزمالك يعني عائد لدوري الابطال بقاله فتره مش موجود في دوري الابطال، بس مشكله الزمالك هي ان هو بيغير من جلده كتير، فشخصيه الفريق نفسها انت ما تقدرش تحكمها. يعني السنه اللي فاتت الزمالك كان بيلعب بطريقه مع كريستيان جروس، السنه دي بيلعب بطريقه مختلفه مع ميتشو، بعد كده بيلعب بطريقه ثالثه مختلفه مع كارترون، وكل ده في حي يعني في وقت زمني قد ايه؟ بنتكلم في اقل من 8 شهور، لا ما كملناش حتى سنه. بنتكلم الكلام ده الفرق ده من شهر 6 اللي فات، واحنا النهارده اهو في شهر فبراير. اما الاهلي انا بالنسبه لي لحد دلوقتي انا عايز اتناقش بقى معاك في الاهلي بشكل عام. الاهلي فرقه وصلت نهائي دوري الابطال سنتين ورا بعض، خسرت من الوداد النهائي بعد يعني مشوار عظيم للاهلي الحقيقه. يعني البطوله دي الاهلي فعلا عمل مشوار اكتر من ممتاز، يعني ان انت تعدي الترجي في ربع النهائي، وبعد كده تعدي النجم الساحلي في السيمي فاينال، بعد كده توصل للوداد. حتى يعني فاهم الخساره من الوداد كانت صعبه شويه على الاهلي، لان الحقيقه ان الاهلي كان حتى مع الوداد في المجموعات وكان عامل يعني ماتشين كويسين. اما وطبعا بعد كده الناس فاكره اللي حصل في النهائي بتاع الترجي في السنه اللي بعدها مع كارتون. لكن الاهلي نفسه ورغم هو اللي وصل نهائيين راح في السنه الثالثه خسر من صن داونز، ومش خسر خساره عاديه، لا خسر 5-0. تمام. نتيجه كبيره.
والاهلي قوامه ده يعتبر ما بيتغيرش. يعني انت لما هتيجي دلوقتي تتكلم عن الاهلي هتلاقي محمد الشناوي، هتلاقي عمرو السولية، هي نفس الفرقه تقريبا اللي هتلعب نفس الماتش، نفس الفرقه بشكل كبير، علي معلول، يعني الاسماء احمد فتحي طبعا وحسام عاشور ومحمد هاني، الاسماء دي كلها هي اللي كانت موجوده في الاهلي من فتره طويله. فايه مشكله الاهلي؟ يعني ليه انت شايف ان الاهلي رغم ان هو انت بتفتكر ان خلاص شخصيه الفرقه اتغيرت واللعيبه خلاص اعتادت على اللعب في الاجواء الافريقيه والجمهور وي وي، تلاقي في السنه اللي بعدها بيخسر من سان داونز 5-0، ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ بص، نفس الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها عن ان الزمالك كان عنده برضو مشاكل في الشخصيه وفي الهويه في الفتره الاخرانيه مع تغيير المدربين، الاهلي مر بنفس التجربه دي بس على فتره اطول، وعلى ان هو كان بيوصل على الاقل للنهائي فما كنتش بتحس بيها قوي. يعني انت مثلا قدام الوداد كنت مع حسام البدري، بعد كده مع كارتيرون، بعد كده انت وصلت مع لاسارتي مدرب مش عارف الاجواء في افريقيا ماشيه ازاي. الشكل الفريق كان ضعيف في مثلا مع الاهلي كان واقف على رجله مع حسام البدري، كانت بدايه نهايه مرحله حسام البدري مع الاهلي والفريق بشكل عام. جت عليها مشكله عبد الله السعيد اللي خلت الاهلي يتراجع شويه ويخسر جهود واحد كان اهم لاعب يعتبر في الفريق في الوقت ده. فبالتالي مع الترجي لما جيت تلعب قدامهم خلاص انت خسرته وخرجت بره الجيم اساسا بسبب الاحداث اللي حصلت ما بين تاني. بقول لك ان الترجي بيبيع والوداد بيبيع، حتى سان داونز نفسه بيبيع. لو لاحظت الاهلي ما باعش، الاهلي بعد في بعد ماتش الترجي ده بالذات عمل ثوره شامله في الفريق. كان الاهلي خلاص وصل لمرحله ان لا احنا كل الناس عارفه ان الاهلي عنده اصابات، عنده الاسماء مش على قدر المستوى، مع احترامنا ليهم طبعا كلهم، بس في الاول وفي الاخر لا، الفريق ده لازم يتعمل من اول، يبني من اول وجديد. وبالتالي جيت بعد لما كارتيرون ما مشي على طول، انت كان بعدها شهر يناير اللي جه فيه لاسارتي واللي الاهلي عمل فيه صفقات كتير جدا، انت جبت حسين الشحات، جبت رمضان اللي هو الموسم اللي انتهى في الاخر بفوز الاهلي بالدوري. انا كده اللي انا هاخده من كلامك ورايي يعني ان الاهلي عنده مشكله ان التارجت نفسه اللي هو حاطه. يعني الاهلي السنه دي جاب ريني فايلر، وريني فايلر مدرب ماشي بشكل كويس جدا مع الفرقه، فرض سيطرته بشكل كبير، والسيطره دي مش فنيا بس، حتى كمان على المستوى الشخصي من الواضح ان الراجل يعني عنده فكره عن التعامل مع اللاعبين المصريين وشخصياتهم، فالراجل مسيطر بشكل كبير على اوضه اللبس. ماشي، وطبعا ماشي في الدوري الحقيقه الاهلي يعتبر خلاص، يعني عشان نكون واقعيين خلص الدوري يا جماعه، الاهلي خلص الدوري. ف الفرقه دي نفسها في دوري ابطال افريقيا ما بتظهرش بنفس الشكل. يعني الاهلي تاهل في الوصافه، انا بصراحه كنت شايف ان مجموعه الاهلي سهله بعد المعادل الاهلي ما خسر من النجم 1-0 في تونس، انا قلت الاهلي هيجيب 15 نقطه. ففكره ان انت تتعادل مع بلاتينيوم اللي هو ما خدش غير نقطه واحده من حرفي اتلب من كل الفرق، والنقطه الوحيده اللي خدها منك، وبعد كده تحط نفسك في موقف صعب ضد الهلال اللي برده معاه كامل احترامنا مش فريق قوي. في مشكله، انا اعتقد ان ريني فايلر كان قاعد فم درمان شايف الحاجات وهي بتتحدف على الملعب، مش مصدق ان ده بيحصل، شايف الامن السوداني هو بينزل يحاوط اللاعبين في ارض الملعب، هو مش مدرك. دي مش الراجل جاي من سويسرا وجاي من بلجيكا كان بيدرب اندرلخت، فمش فاهم ايه اللي بيحصل. الاجواء دي بالنسبه لنا طبيعيه، يعني تقرير الحكم نفسه خرج في تقريره وقال ان الماتش كامل عادي جدا لحد الدقيقه 90 مفيش مشكله، يعني الحكم نفسه شايف ان ما كانش في مشكله بتحصل في ارض الملعب. ف بالنسبه لنا الاجواء دي عادي، وبنشوف اصعب من كده كمان يعني، بس الراجل نفسه اللي قاعد ده هو مش مصدق او مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. فانا بشوف ان دايما فكره الاهلي في التارجت، يعني انت السنه اللي فاتت جبت لاسارتي، وبعيدا بقى عن لاسارتي هو مدرب حلو او مدرب وحش او ايا مكان او ايه تاريخه قبل الاهلي، ففي النهايه ايه هو التارجت اللي كان محطوط له؟ لاسارتي في كل حواراته بيقول ان انا كان مطلوب مني والناس قالت لي ده هيبقى انجاز كبير لو خدنا الدوري، بس فعليا مش ده اللي ممكن ينجح من الموسم بتاع الاهلي. فعلشان كده رغم ان لاسارتي كسب الدوري مشي. السنه دي انت عندك ريني فايلر، هل منطقي ان انت تطلب من ريني فايلر يكسب دوري ابطال افريقيا في اول سنه؟ انا كامير هقول لك لا طبعا مش منطقي. الراجل مدرب كويس وجاي ياخد على الاجواء. طب امتى ممكن اطلب الكلام ده من ريني فايلر؟ السنه الجايه بالظبط. طيب انت دلوقتي عقدك مع ريني فايلر قد ايه؟ موسم واحد، تمام؟ فهل انت كنت متخيل ان انت هتجيب ريني فايلر يجي يكسب لك الثلاثيه الموسم ده؟ انا ما اعتقدش. طيب دلوقتي الراجل انت كنت جايبه ومش عارف لسه الدنيا هتبقى ماشيه معاه ازاي، فمنطقي ان انت تمضيه موسم واحد بس عشان ما تدخلش نفسك في مشاكل بقى شرط الجزائي والكلام اللي انت عارفه ده. فالراجل دلوقتي ماشي كويس في الدوري وفي افريقيا يعني شويه شويه، بس في النهايه حقق الهدف وتاهل، وعنده مواجهه صعبه جدا ضد سان داونز، وللاسف الراجل ده
يعني رينيه فايلر رغم ان هو مدرب كويس بس انا شايف ان هو عنده مشكله في الاجواء الافريقيه. لا بعيدا عن كده هو بيدفع ثمن الرهانات السابقه. مظبوط. ازاي؟ يعني الراجل ده مثلا جاي في وقت جمهور الاهلي مش بيفكر غير في افريقيا، لو جبت له دوري، جبت له كاس، جبت له سوبر، هو عايز افريقيا. فهو جاي شايل حمل ان الاهلي بقاله في سنين طويله ما كسبش افريقيا ووصل نهائيين ورا بعض وخرج وخسر من صن داونز 5، ومن سوء حظ الراجل ده ان لما يوصل ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يجي له فرقه صن داونز اللي كل الناس غصب عنها مهما اتكلمنا معاهم كلام نفسي ومهما قلنا لهم يا جماعه الماتش ده مش للطار وما تزودوش الحمل النفسي على اللعيب، برضه كله هيتفرج على الماتش عنده حتى اللعيبه لما تنزل ملعب فيه نوع من انواع الغل، فالراجل ده هيدفع ثمن برضه خساره الاهلي السنه اللي فاتت 5-0، ويبقى محتاج ان هو ياهل لعيبته نفسيا قبل الماتش قبل ما يأهلهم فنيا، والجمهور نفسه لما يجي يتفرج على الماتش يعني يبقى عادل في حكمه على الراجل، لان يعني الحقيقه صن داونز وصل لمكانه كبيره دلوقتي في افريقيا وانت لسه بتبني فريق جديد. تمام. فالراجل ده مظلوم الحقيقه، انا شايف ان هو مظلوم سواء هو قدر في النهايه يعبر صن داونز او ما قدرش يعبر صن داونز. فاللي انا شايفه ان مشكله الاهلي مختلفه عن الزمالك، الزمالك يمكن لسه راجع دوري ابطال افريقيا وزي ما قلت لك كل سنه بشكل، فما تحسش ان في نوع من انواع البنى للمستقبل، يعني الزمالك مش بيبني النهارده الموسم ده علشان الموسم الجاي يكسب كذا، او حتى المدرب نفسه اللي هو بيجيبه بيمضيه عقد طويل فبيقول له ابني بقى براحتك وانا عارف ان انا السنه دي مش هقدر اكسب الدوري مثلا فكسبه لي السنه الجايه. لا الاهلي وضعه مختلف، الاهلي جايب مدرب ما عندوش خبره في افريقيا، يبقى طبيعي ان اكيد مش هتطلب منه يكسب افريقيا في اول موسم، ده منطقي جدا. الاهلي لسه بيبني فريق جديد فطبيعي ان الراجل يبتدي يحط ايده على اوضه اللبس وعلى اللاعبين الجداد دول ويحاول ان هو يشتغل معاهم، خصوصا ان هو عنده فكر مختلف عن باقي المدربين في الدوري المصري. فانا شايف ان علشان نبقى عادلين ويبقى حكمنا كويس او حكم جماهير الاهلي عادل على الراجل ده، اعتقد انه هيبقى في الحته بتاعت افريقيا دي من السنه الجايه، لان هو بيبني دلوقتي للسنه الجايه. ما انت خلي بالك في اصلا في عقده بند ان هو لو خسر البطوله الافريقيه او خرج الاهلي ليه حق ان هو يفسخ عقده اصلا، يعني انا كنت فاكر انا في شرط دوت في عقده مع فايلر مع الاهلي. فهل اللي هنفترض مثلا لو الاهلي خرج لا قدر الله مثلا، هل الاداره الاهلي حتى رغم ان هو مثلا ماشي بشكل كويس في الدوري هل الاداره هتوافق ان هو يكمل الموسم؟ انا ما اعتقدش، انا اعتقد ان اداره الاهلي هيبقى عندها نوع من انواع التقييم العادل. تمام. يعني اعتقد ان هم دلوقتي بيفكروا هل الراجل ده يستحق ان احنا نجدد له عقده ولا لا، اعتقد ان هم هيتكلموا مع اللاعبين الكبار في الفرقه ويسالوهم عن الراجل ده وتعاملاته وهل اللعيبه مستريحه معاه ولا لا. ماتش السوبر اعتقد ان هو بشكل كبير يبقى حاسم اكتر وباين، هيبين بالظبط، لان انت دلوقتي الاهلي بيلعب في الدوري ودوري ابطال افريقيا، فممكن انت تبقى شايف ان يعني اداء الاهلي في دوري ابطال افريقيا مش بنفس المستوى بتاع الدوري، بس لما هتدخل كمان معاهم منافسات الكاس وهيدخل معاهم السوبر، لو الراجل قدر ان هو يمشي بشكل كويس يكسب السوبر او ان هو يكمل في الكاس بشكل كويس، اعتقد ان كده هتبقى اداره الاهلي واصله ان الراجل ده السنه الجايه هتزداد خبرته في افريقيا والسنه الجايه هيبقى حاطط ايده بشكل اكبر على نواقص الفريق. يعني خد بالك الراجل برضو ما جاش في فتره الانتقالات في بدايتها علشان يحدد احتياجاته ايه، مين يمشي، لا لاسارتي هو اللي كان شغال في القصه دي. طيب علشان ما نطولش على الناس ماشي، تعالى كده نتكلم عن الترجي وصن داونز سريعا قبل ما نبتدي نستقبل اسئلتهم. طيب تعالى نبتدي بالترجي بما ان الترجي ماشي. ده هو حامل اللقب في اخر سنتين، بس انا عايز اسالك بقى سؤال، الترجي باع انيس البدري وقبلها مشي سعد بقير ومشي مين تاني غير في فرانكم مشي وفي غليان الشعلالي بالظبط، ايه شكل الترجي دلوقتي؟ يعني دلوقتي الترجي اللي انا عارفه ان هو عمل رقم قياسي بان هو ما خسرش 20 ماتش في ابطال افريقيا بالظبط، كسر رقم الاهلي بتاع الاهلي، ليه بقى بيحصل ده؟ بص، هي ميزه الترجي في اخر سنتين بالذات ان مع معين الشعباني الفريق عارف يكمل وعارف خلاص هو خد الخبرات الافريقيه، عنده اللعيبه اللي عندها الخبرات زي انيس شمام زي طه ياسين الخنيسي، عنده اكتر والمعز من شريفيه الحارس، فهو عنده خلاص اسماء هي بتلعب اصلا بقالها سنين في دوري ابطال افريقيا، وكان عنده طبعا الاسماء اللي انت لسه قايلها اللي هي كلها مشيت، فهو خلاص كان عنده الاسماء اللي هي بنى بيها الفريق وخلى الفريق يحط رجله على دوري الابطال الافريقي. يمكن معين شعباني كان اصلا بدايته مع الترجي ان هو كان مدرب مؤقت لغايه ولقى نفسه مسك فتره مهمه جدا اللي هي فتره الفوز على الاهلي بلقب دوري الابطال
فاز عليه على الاهلي اللي كمل مشواره لقى نفسه كسب دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه، شارك في كاس العالم للانديه مرتين، فخلاص هو الراجل بيكتسب الخبرات اكتر واكتر واكتر، فبالتالي الموضوع بقى بالنسبه له سهل. بس ميزه معين الشعباني ان مهما الفريق بيبيع لعيبه فالفريق لا انا بجيب لعيبه كويسه بقدر اجيب، ودي ميزه الانديه التونسيه عموما عن الانديه او انديه شمال افريقيا ما عدا الانديه المصريه. صراحه عاجبني جدا حمد الهوني يعني ده صفقه سوبر بصراحه، يعني هم عندهم ناس بيعرفوا يجيبوا لعيبه، يعني ما اعرفش هم بيجيبوهم منين، يعني الناس دي عندها عين غير اللي عندنا ازاي يعني. فانت مثلا بتتكلم واحد زي حمد الهوني ده مهاجم او صانع العاب 10 على 10، عندهم اكتر من اسم تاني وكمان عندهم. عايزك تكلمنا عن حمد الهوني اكتر لان بصراحه انا عاجبني ارقامه جدا، يعني الراجل بص هو مفترض ان هو جاي من سبورتيفو افيش النادي بتاع كهربا، فالراجل يعني راجع من تجربه احترافيه وجاب هاتريك في كاس العالم للانديه، يعني ارقامه حلوه جدا. ايه التحفه ده ازاي يعني هم الترجي وصلوا له؟ لا بص ازاي حقق معاهم الارقام. بص الترجي انت مثلا ما تيجي تشوف حمد الهوني السنه دي او في الفتره الحاليه هو تاني هداف في الترجي في الدوري في الموسم الحالي بعد انيس البدري، فانيس البدري خلاص مشي في شهر يناير، فيعتبر هو الهداف الحالي في الوقت الحالي للترجي. هو بيعرف يلعب في مركز الجناح الشمال، بيعرف يلعب صانع لعب، بيعرف يلعب مهاجم تاني، فبالتالي انت عندك واحد بيعرف يحل، يبقى موجود كاكتر من حل في خطتك في نفس الماتش، تقدر تستخدمه في اي وقت زي ما انت عايز، وعنده مهاره كبيره جدا. يعني انت لما تيجي تتفرج على اهداف في كاس العالم للانديه مثلا، لان اغلب الناس هتكون شافت الماتش الترجي مع العين، الاهداف كلها حلوه يعني مع السد، انا اسف مع السد، فاعتقد ان لا انت هتشوف اجوان كلها حلوه جدا، كلها فيها مهاره فيها فكر، وحتى اسلوب الترجي بقى افضل في ليبيا السنه دي صح؟ مش متاكد من المعلومه ديت، بس هو يعتبر من الافضل في ليبيا، لان ما اعتقدش يعني في مؤيد اللافي كان موجود واحمد بن علي، فخلاص هو يعتبر هو الافضل يعني. اعتقد ان هو فعلا كسب الجائزه السنه دي. فبالنسبه لي لا هو حمد الهوني من ابرز الاسماء اللي موجوده في افريقيا في الفتره الحاليه او في الثلاث او اربع شهور الاخرانيين، صفقه ممتازه جدا للترجي، فعلا عندهم عيون بتعرف تجيب لعيبه بشكل كبير. بس ميزه الترجي السنه دي قبل ما اقول لك جابوا مين، ميزه الترجي السنه دي ان مش تركيز على المهاجم، فبالتالي انت بتشوف ان لعيبه خط الوسط هي اللي بتجيب الاهداف. يعني انت مثلا لما تيجي تبص ان في عندهم عبد الرؤوف بن غيث وعندهم بس فادي بن شوقي، بصراحه عجبني المهاجم بتاعهم ابراهيم عطاره، ده مهاجم تقيل قوي يعني بعيدا عن ان هو بيسجل او ما بيسجلش، هو بصراحه يعني هو تريلا بصراحه. الراجل كتكوين جسماني ومشاركته في كل هجمه للترجي، بينزل يستلم الكوره ويحولها دايما لمصلحه الترجي، بصراحه يعني مهاجم سوبر. فانت بتتكلم ان بص يعني عندهم عبد الرؤوف بن غيث وفادي بن شوق، فالاثنين دول اصلا من خط الوسط وجاي كل واحد فيهم مسجل هدفين في دوري الابطال ده بعيدا عن الدوري. بديل كوليبالي مين بديل؟ قصدي فرانكوم. فرانكوم هو المفروض ان فادي بن شوق هو فرانكوم هو البديل لفرانكوم، وفي نفس الوقت في فوسيني كوليبالي هو لسه موجود ويعتبر هو برده من عناصر الخبره في الترجي. فانت بتتكلم ان الترجي اللي عنده اكتر من اسم وعنده خلاص بقى اللعيبه بقى عندها خبرات وعارفه ازاي تلعب في افريقيا، فبالتالي هو مش من فراغ وصل ل 20 ماتش متتالي بعدم الخساره في دوري الابطال. الفريق عارف ان هو ازاي بقى بيطلع بره ارضه بيكسب، الفريق عارف ازاي يتعادل بره ارضه او على الاقل يرجع بالنقطه، فبالتالي ما تلاقيش ان مثلا ايه لان الترجي فريق زي الاول كان بيجي هنا القاهره، او ان الاهلي كان مثلا ممكن يروح رادس ونقول ان الاهلي هيكسب في رادس بسهوله، لا ده دلوقتي خلاص الترجي بقى بي على ارضه فريق صعب، بره ارضه بقى فريق صعب. كمان خلي بالك الجماهير التونسيه في الفتره الاخرانيه بقت عامل قوي جدا للترجي والنجم، يمكن احنا شفنا الانديه المصريه عموما او حتى الانديه شمال افريقيا بتعاني لما بتروح تونس، شفت ده انت في ماتش الاهلي والترجي في النهائي شفناه، كانت الناس كانت بتقول ان ده رد فعل على اللي حصل في القاهره والمشاكل و و و الى اخره، لكن لا ده جمهورهم بيكرر في كل ماتش، مش في ماتش نهائي بس، فطبعا ماتش نهائي بيبقى ليه اجواء ثانيه، انت الاستاد الرادس كله بيبقى مليان. انا اعتقد اصلا ان هم حتى كمان في قبل الماتش بتاع الاهلي في السيمي فاينال ضد بريميرو دو اجوستو كانوا عاملوا نفس يعني نفس الشكل ده، وكان برضو حصل كتير يعني. طيب ده بالنسبه للترجي، تعالى بقى نتكلم عن سان داونز. سان داونز يعني الناس دلوقتي بقت متعوده على وجوده، يعني سان داونز فضل لفتره طويله مرتبط مع الناس من نهايه 2001 بقول عصام الحضري. تمام. لا ده كايزر تشيفز، لكن النهائي كان عصام الحضري، كان نهائي افريقيا بالظبط. فالحقيقه ان سان داونز اختلف خالص،
واختلف مع الراجل اسمه بيتسو موسيماني ده اللي هو ملك التانيين في القاره. تمام. الراجل النهارده مدينا تصريح قال لك الاهلي هيلعب للصقر واصلا على فكره تصريحاته كلها انت لما تيجي تفكر فيها هتلاقي ان كلها ماين جيمز. تمام. هو الراجل ده مش بيتعامل على اساس ان التصريحات دي تصريحات واقعيه. يعني فاكر قبل نهايه 2016 قال لك انا خايف شيكابالا يلعب ضدي في ماتش الذهاب. تمام. شيكابالا لاعب عمل فاهم عمل جيم عليه ما خلاش شيكابالا تقريبا يلمس الكوره يعني. ف الراجل ده بيعرف ينيمنا كويس. والسنه اللي فاتت برضو قبل ماتش الخمسه وبعد ماتش الخمسه كان ليه تصريحات تنيم. تمام. ومكمل اهو ما شاء الله في نفس التصريحات. الراجل ده ازاي وصل للدرجه دي من ان هو يبقى فاهم كويس؟ يعني لما تيجي تبص النهارده على جدوله في دوري ابطال افريقيا هتلاقي ان هو ما خسرش ولا ماتش في المجموعات، وطبعا كان كاسب 16-1 في الدور التمهيدي. الراجل ده بيقدر يتعامل مع فرق شمال القاره بشكل كويس، بيقدر يتعامل مع فرق غرب القاره بشكل كويس، بيقدر يتعامل مع اي منافس. ازاي الراجل ده وصل للدرجه دي من الاحترافيه؟ بص، هو انا في رايي هو انت زي ما انت بتقول هو بيعرف ينيم الخصوم، بس هو عارف ان دول شمال افريقيا عاطفيه بشكل كبير، وبتسمع التصريحات بتبدا تاخد يعني بتاخد بتحط مثلا، عارف انت بتسمع تصريح مثلا زي ايه الاهلي بطل القرن، فبتلاقي نفسك حاطط رجل على رجل، الزمالك افضل فريق في افريقيا فتلاقي الزمالكاوي بيحط رجل على رجل، فاهم الفكره؟ فهو هو بالنسبه له هو عارف يلعب على الحته دي، عملها مره كسب فخلاص بقت هي ديت الحته اللي انا هلعب عليها، لان انا عارف احنا خلاص دلوقتي بقى بالنسبه لنا انا وانت واي حد بيسمع عارف ان هو بيقول الكلام ده عشان ينيم الناس او يشتغلهم، لكن لا خلاص انت دلوقتي انت عارف ان واحد زي موسيماني هو خلاص فهم العقليه الشمال الافريقيه او العقليه العربيه في الفتره الاخرانيه، فبالتالي هو بيعرف يلعب عليها. تمام. برضو لما تيجي تبص على سان داونز، انت قبل كده كانت فرق جنوب افريقيا، انت عارف بتبقى رايح فسحه هنروح نلعب فرق جنوب افريقيا وهنرجع تاني حتى لو تعادلت هناك هترجع تكسب هنا، لكن خلاص فرق جنوب افريقيا خصوصا سان داونز بدا تلاقي الفرق الجنوب افريقيه لا بقت بتنافس بشكل قوي. كان في الاول مازيمبي بس هو اللي بره شمال افريقيا اللي بينافس، دلوقتي لا هو خلى الفريق هو اللي بينافس بشكل اساسي. ميزه سان داونز ان هم كمان عندهم عيون في امريكا الجنوبيه، فتلاقي في اكتر من اسم محترف في امريكا الجنوبيه موجود في الفريق، عندهم 2 من اوروغواي تقريبا و2 من برازيل لو انت برضو ممكن تقول لنا عليهم. فطبعا هو اتقل واحد فيهم اللي اعتقد الناس فاكرين هو سيرينو ده اللي السنه اللي فاتت سجل في ماتش الخمسه وعمل اسيست، عمل ماتش كبير الحقيقه. وعلى فكره الراجل ده يعني لسه بيتسو موسيماني يمكن حوالي اسبوع ولا حاجه كان بيطالب منتخب جنوب افريقيا بتجنيسه. تمام. ان هو ما لعبش المنتخب الاوروغواي، هو ليه تصريح كده، هو انت عارف دايما تصريحاته بتبقى لذيذه شويه، فقال لك اكيد مش هيروح يلعب بديل للويس سواريز فهو هيبقى مفيد لينا اكتر مع جنوب افريقيا. الراجل ده كويس جدا، وفي عندهم موريسيو وافونسو، ده الراجل ده بيتسو موسيماني سافر مخصوص اوروغواي، وبيسافر على فكره يا جماعه كل سنه في الصيف بيسافر امريكا الجنوبيه يختار 2-3 لعيبه ويضمهم. الراجل ده سافر له مخصوص الصيف اللي فات، اتعاقد معاه اتصاب 3 شهور يعني، بس رجع مش حلو، رجع جاب 6 جوال فشكله يعني مهاجم تقيل. طبعا الناس عارفه زواني طبعا السنه اللي فاتت فخلاص عارفين لانجرمان الباك الشمال من طبعا من نهايه 2016 ومكمل معاهم ولعب ماتش السنه اللي فاتت، عارفين بكاماني اللي لعب في الاهلي، الاسماء دي كلها مش غريبه على جمهور الاهلي، بس يعني سيرينو ده تحديدا اكتر لعيب تخاف منه بالظبط. وطبعا الاسم اللي جمهور الزمالك النهارده والاهلي الاثنين كانوا متفقين على انهم بيشتموه هو دينيس اونيانج حارس مرمى منتخب اوغندا. وعلى فكره شوف انا هدي لك حاجه كده بسيطه على قد ايه سان داونز ده نادي احترافي، هو صحيح مدربه جنوب افريقي اللي هو بيتسو موسيماني، وصحيح ان هو هتلاقي طبعا ان اغلب الجهاز الفني من جنوب افريقيا، لكن هو بيودي الحاجه يعني للشخص اللي يقدر يعني يتعامل معاها صح بالمناسبه. فعندك ايه سبب ارتفاع المستوى الكبير لاونيانجو ده؟ ان هم كان معاهم جون باسكوا، وجون باسكوا ده مدرب حراس مرمى اشتغل في سان داونز من 2010 لحد 2016، وبعد ما سابهم راح بقى اشتغل فين؟ مع كيكي سيتيان اشتغل في ريال بيتيس، ودلوقتي هو مدرب حراس برشلونه، يعني مدرب حراس برشلونه كان سابقا مدرب حراس سان داونز. فالناس دي مش عينيها بس حلوه في الصفقات، عينيها حلوه في اختيار افراد الجهاز الفني. وطبعا اهم حاجه بالنسبه لي ان او انا شايف ان هي دي سبب تفوق سان داونز هو استمراريتهم. لما هتيجي تفتح موقع ترانسفير ماركت علشان تشوف الفريق ده بيبيع مين وبيجيب مين هتلاقي ان هو ما بيمشيش اسماء. لو جيت شفت القائمه بتاعت 2016 وقارنتها بدلوقتي هتلاقي ان تقريبا اغلب الاسماء موجوده، اغلب القوام هو
الناس دي عارفه كويس قوي انها بتبني فريق يفضل ينافس، وهدفهم هو الفوز بالبطوله للمره الثانيه. وهم يعني قادرين بصراحه، يعني فكرهم ده قادرين. والراجل بيتسو موسيماني ده يعني لسه في اخر حوار ليه كان بيتكلم ازاي بيقدر يلاعب فرق شمال افريقيا، فقال لك انا عارف كويس قوي ان هم بيحبوا ان هم يعني ما بيحبوش يجروا كتير، بس بيحبوا يدوا لمحات فنيه في الملعب، بيحبوا الكرات العاليه. هو بيقول لك انا بلعبهم الساعه 3 العصر في ملعبه علشان يضمن ان هو يحرمهم من ان هم يجروا كتير، لان طبعا الطقس والرطوبه بيبقى صعب جدا، وبيفضل دايما هو مستحوذ على الكوره عشان يحرمهم من ان هم يلعبوا كرات عاليه. فبيحصل زي اللي شفناه ضد الوداد في الماتش الاخير في المجموعات، وبيحصل زي اللي حصل مع الاهلي، وبيحصل زي اللي حصل مع الزمالك قبل كده في 2016. تالي كفايه كده علشان الناس زمانه زهقت مننا. تعالوا بقى نشوف تعليقاتكم واسئلتكم على فيسبوك علشان نقراها معاكم سوا، ولو حد ليه اسئله طبعا بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه هنرحب جدا ان احنا نجاوبه معاه. بفتح اول صفحه في الجول. يمكن لسه التعليقات برضو بتحمل شوية عشان برضو الناس ايه يعني نشوف بص رأي أنا الناس. انا اول حاجة شفتها اول ما فتحت محمود شيكو بيقول مقايمة الاهلي من 2016 هي برضو اي زرط. هل احمد يعني بص بص يا محمود انا كده هبتدي اقول ان انت اكيد وش لسه فاتح اللايف دلوقتي وانا بتكلم وبقول ان قايمة صن داونز هي لو جبت اللايف من اوله بعد ما نخلص، لو جبت الفيديو من اوله هتلاقينا متكلمين عن ليه الاهلي بقى رغم ان قايمته هي ثابته لكن الفريق مش بنفس الاداء وخبرته ما زادتش رغم ان هو وصل نهائيين ورا بعض عكس سان داونز اللي ثابت ومعاه بيتسو موسيماني من 2012. طيب في محمود جمال كناريا بيقول انا شايف الزمالك بمستواه ده هيشيل من الترجي طبعا. يا حود انت اهلاوي. هيثم رياض ابو مريم لازم الاهلي يلعب بالنهار. ماشي هيثم. هو يعني اعتقد ان قبل الماتش يعني بعد مباراه الزمالك في الدوري اعتقد ان ممكن الجهاز الفني للاهلي يفكر يلعب ماتش في الساعه 2:30 بالظبط او يخلي تدريباته صباحيه. بس في نقطه مهمه جدا يا هيثم، هو انت ممكن تلعب هنا الصبح، بس الصبح هنا عندنا درجة الحرارة مختلفة والرطوبة بالزبط. فبالتالي ما تعتقدش ان انت هتروح هناك زي هنا. هي مش فكرة انت بتلعب 3 العصر ولا 5 المغرب، هي فكرة الجو الساعة 3 العصر هيبقى عامل ازاي. فالجو 3 العصر عندك هنا في مصر في فصل الشتاء جو كويس جدا، احنا كلنا متقلين وسقعانين الساعة 3 العصر. هناك الوضع مختلف خالص خصوصا على ناحية الرطوبة، يعني سيبك حتى كمان من درجة الحرارة، الرطوبة هي اللي بتفرق. الرطوبة هي اللي بتخلي أدائك الرياضي اللي طبعا اللعب كورة وبيسمعنا دلوقتي فاهم الكلام ده كويس، أو اللعب رياضة بشكل عام، الرطوبة هي اللي بتأثر على أداء الرياضي أكتر من درجة الحرارة. كريم مصطفى فرصة صعود الأهلي 50-50. يعني أنا بصراحة أنا مش مع الناس المتشائمة، أنا شايف إن الماتش ده هيبقى بالنسبه للعيبه الاهلي حياه وموت كويس قوي. لا سيبك من فكره حياه وموت، انا ما بحبش بصراحه يا جماعه الكلام عشان في ناس بتاخدها في حته الصقر وال الحاجات دي على فكره بتجيب اداء سلبي، يعني بتجيب نتيجه سلبيه. انا شايف ان لعيبه الاهلي دلوقتي بيبصوا للموضوع ده على اساس ان هو اختبار شخصيه اكتر ما هو فكره حياه او موت وطار. فهو اختبار شخصيه ان انت دايما الناس بتبص لك ان انت ما بتاديش بشكل كويس بره ملعبك في افريقيا، بتتاثر جماهيريا، بتتاثر لما بتخرج بره الدوري المصري. فانا ده اختبار لشخصيه لعيبه النادي الاهلي، وسكواد الاهلي دلوقتي احسن من سكواد السنه اللي فاتت ومفترض ان هو اكثر حتى انسجاما. يعني فاعتقد ان الماتش ده 50-50، او حتى يعني لو هنميل كفه صن داونز شويه مش هيبقى بالشكل اللي الناس يعني اللعيبه هي اللي تحسم الماتش مش فايلر بنسبه اكبر. يعني انا فاهم قصدك، بس هو الماتشات الحاسمه دي بتبقى مرتبطه اكتر بشخصيه الفريق. تمام فايلر اكيد هيعمل شغله كمدرب كويس، وبيتسو موسيماني هيعمل شغله كمدرب كويس، لكن جوه الملعب يعني مثلا انا هقول لك على حاجه. السنه اللي فاتت الاهلي خلص الشوط الاول خسران 2-0. تمام
انا وانا بتفرج على الماتش قلت اكيد دلوقتي لاسارتي هيدخل اوضه اللبس يقول للجماعه طبعا الاهلي كلها كانت اوت اوف فورم، قال لهم يا جماعه من الواضح ان احنا النهارده بره الفورمه تماما ومش يومنا تمام. فهنقفل و2-0 دي نقدر نجيبها في مصر بسهوله. انا بصراحه توقعت كده تمام. او كل الناس توقعت كده تمام، مش هتنزل تبقى فاتح الملعب تاني. اللي حصل ايه؟ اول ثانيه في الشوط الثاني الجون الثالث، يعني مش بقول لك مثلا بعد 10 دقايق من الشوط الثاني، في اول ثانيه من الشوط الثاني جابوا الجون الثالث. ده معناها ايه؟ معناها ان المدرب ده ما اتكلمش مع لعيبته، او معناها ان المدرب ده اصلا مش فاهم ايه اللي بيحصل في الملعب. ده بعيدا بقى عن فكره ان اللعيبه فعلا كلها ال11 لعيب في الاهلي كانوا كلهم خارج الفورمه. فدلوقتي هل فايلر هيغلط نفس الغلطه دي؟ انا ما اعتقدش. ليه بقى انا ما اعتقدش؟ لان لو انت جيت قارنت بين التشكيل الاول لفايلر ضد النجم في تونس، الراجل كان بيلعب بنفس التشكيل اللي بيلعب هنا بيه في الدوري المصري، ارتكاز وحيد وبيلعب بطريقته الهجوميه والثلاثه اللي سيطر على الملعب والثلاثه اللي قدام اللي فيه بينهم لا مركزيه، هو بيلعب بنفس الطريقه وبنفس التشكيل. وعلى فكره وكان بيعمل كده في اندرلخت، لان انا كنت بحلل الدوري البلجيكي في دي ام سي، فكانت هي دي ماتشاته، هو قدم نفس الطريقه وما غيرهاش. لو جيت بقى قارنت تشكيل النجم بتشكيل الهلال، الراجل ده تشكيله اختلف، تغييراته اختلفت. مظبوط. فمن الواضح ان فعلا عشان كده بقول لك ان مفترض الاهلي دلوقتي يبتدي يفكر انا هطلب من الراجل ده ايه السنه الجايه. من الواضح ان الراجل ده ابتدى يكتسب الخبرات. فممكن عادي جدا الراجل ده يعمل شغله وتشكيله يبقى مناسب للماتش، بس في النهايه اللعيبه تنزل مهزوزه فيحصل لا قدر الله زي اللي حصل السنه اللي فاتت. فعشان كده بقول لك انا بالنسبه لي شايف ان لعيبه الاهلي دلوقتي بصوا للموضوع ده على اساس ان هو اختبار لشخصيتهم، اختبار حقيقي جدا واختبار صعب، ومش شايف ان الموضوع هيبقى يعني ما بين منافس قوي ومنافس ضعيف زي ما الناس عامله على السوشيال ميديا. تمام، كمل انت بقى رايك شويه. يعني ممكن برضو نبص في نادر عادل بيقول الاهلي محتاج ايه عشان يرفع المستوى اكتر، لان في افريقيا المستوى متذبذب. يمكن امير كان لسه بيتكلم ان خلاص فايلر يعني بدا يفهم خلاص الاجواء في افريقيا، وبدا يعرف ان الدوري غير افريقيا، فبالتالي بدا يغير من خططه، وشفنا ده في ماتش الهلال. في بركات بيقول الاهلي هيفوز باذن الله مجموع اللقاءين 3-1. في رانيا البلاسي بتقول الاهلي ان شاء الله مختلف مع فايلر واحنا واثقين في فريقنا ووراه دايما. ماشي يا رانيا. طب بص، شوف ان مروان ينزل، ان عمر علي تمام خليك انت بقى تجاوبه بما انك اتكلمت عن الترجي اكتر. توقعاتك ايه لمباراه الترجي والزمالك؟ بص، ما ماتش الترجي ده هيبدا يتحدد عليه كل شيء من ماتش السوبر. انت عندك مواجهه اولى بين الفريقين، يعني احنا برضو عشان نبقى الناس عارفه نتائج الترجي في الدوري على الاقل، فهو الترجي لعب 13 ماتش، كسب 12، اتعادل ماتش واحد، ما خسرش ولا مباراه الموسم الحالي، وماشي في افريقيا بشكل مميز جدا. يمكن هو ما خسرش غير ماتش شبيبه القبائل فقط اللي هو الاخير ليه في دوري الابطال، فهو الفريق عارف ماشي بشكل كويس، ماشي بشكل قوي. الزمالك نتائجه بدات تتحسن في الفتره الاخرانيه، حتى مع لو هنفترض ان كارتيرون بدا خلاص يعتمد نظام المدوره، وان هو الدوري ممكن ما يكونش هدفه الرئيسي في الوقت الحالي، فهو هدفه في افريقيا، وبيبدا يدي للعيبه راحه عشان الاجهاد. فاعتقد ان ماتش السوبر الافريقي اللي هيتقام يوم 14 فبراير اللي جاي هو ده اللي هيكون المباراه اللي هتدي الجمهور الزمالك هل احنا قادرين على ان احنا نتخطى الترجي ولا لا. الترجي لا، فريق مش سهل خلاص، بقى عندهم الخبرات وعندهم الاساسيات. انت بتتكلم ان انت يعني الفرقتين ابطال القاره، فطبيعي جدا ان الزمالك غير بقى زي ما انت قلت برده في اول اللايف، ان الزمالك غير من جلده بشكل كبير بعد الموسم اللي فات. لكن الترجي بقى هل هيقدر؟ الزمالك بيغير من جلده كل موسم، كل موسم، بس احنا خلاص بنتكلم في الموسم الحالي وعن الموسم اللي فات، فهو الترجي واقف على رجله بشكل كويس جدا، عنده ثبات قوي. انا ليه عايزك تجاوب على السؤال ده اكتر؟ لان لو انت دلوقتي قلت ان الترجي بطل دوري ابطال افريقيا، فالناس كلها هترد وتقول لك ما الزمالك من بطل الكونفدراليه بالظبط. تمام، ايه الفرق ما بين الترجي والزمالك دلوقتي؟ ما هو بص بقى، انت مثلا لما تيجي تقول ان الترجي، احنا شفنا الاسامي اللي خرجت من الترجي كلها اسامي اساسيه، وكلها اسامي كانت قويه في الفريق وكانت سبب في تتويجه بلقب دوري الابطال، فكلهم اغلبهم خرج. دلوقتي الترجي مع الاسماء الجديده لا، الفريق ماشي بشكل كويس جدا، ماشي بخطه ثابته، فبالتالي هو الفريق عنده افضليه عن الزمالك في حته التغيير. الزمالك غير لعيبه وغير مدير فني، لكن الترجي عنده نفس المدير الفني وعنده لعيبه جديده اضافت للفريق، مش قللت من مستوى الفريق. هو الترجي عمل تغييرات كتير جدا. طيب
بص عماد الشرقاوي بقى بيسأل برضو سؤال كويس جدا، تمام. ايه رأيك في إراحة اللاعبين بشكل كبير في الزمالك؟ بص، هو باللي بيحصل في الدوري المصري احنا عندنا مشكله في اصلا بدنيا، فبالتالي انا شايف ان كارتيرون ماشي كويس بس هو بيهمل الدوري. لسه كنت اسالك، طب هو كده رمى فوت الدوري خلاص؟ هو ممكن يكون خلاص جوه النادي الزمالك، او هو عارف ان حسابيا ان صعب ان الاهلي يقع، لان هو كان مدرب للاهلي قبل كده وعارف ان الاهلي لما بيبقى في اول الدوري او لما بيبقى متصدر صعب ان انت ترجعه تاني، فهو بالتالي خلاص هو كارتيرون لا ما حسش بالموضوع ده لانه لان هو كان مدرب هو وقع الاهلي ومشي. فانت لما تيجي تبص لكارتيرون خلي بالك برضو مدرب مش صغير في افريقيا، كارتيرون كسب مع مازيمبي دوري الابطال قبل كده، وصل مع الاهلي بفريق نعتبر كلنا ان هو كان ضعيف، على فكره كسب ما يعني بعد ما خسر مع الاهلي، كسب مع الرجاء السوبر بالظبط، راح كسب الترجي بالرجاء في السوبر، الراجل عارف ينتقم. فهو كارتيرون عنده الخبرات الافريقيه كبيره جدا، وده تقريبا اللي هو بيلعب عليها في الفتره اللي جايه، فعلشان كده مثلا قدر ان هو يتاهل في دور المجموعات حتى لو كان الاداء مش مقنع وبنتائج مش مرضيه للزمالك، بس هو في الاول في الاخر عرف يتاهل في مجموعه كانت الناس بتقول عليها في البدايه ممكن تكون فيها شويه قلق، لكن هو دلوقتي بيريح اللعيبه. انا من وجهه نظري لا، هو ماشي بشكل كويس وبيريح اللعيبه. مثلا تعادل مع وادي دجله بس النهارده قدر يكسب حرس الحدود، مش كل العناصر برده كانت بتلعب النهارده، هو داخل في شهر يناير يعني، فطبيعي فطبيعي يعني انت هتسافر قطر بعد كده هترجع والامام بعد كده ترجع الدوري مصر، عنده يعني اسماعيلي ترجي اهلي ترجي يعني 22 يوم مع فرق كلها بتمتاز عليه بقى في الشق البدني، الماتشات اللي احنا قلناها دي كلها هيلعبها بالتشكيل الاساسي، ده طبيعي. فبالتالي هو ادى لنفسه البراح ان مثلا لما يقول لي طارق حامد هتلعب 6 ماتشات 90 دقيقه مثلا ورا بعض، فطارق حامد هيبقى موجود. طب فرجاني ساسي نفس الكلام. هل تتوقع ان هو ماتش الاهلي في الدوري يلعبه بالتشكيل الاحتياطي؟ لا، هو بص ماتشات الاهلي والزمالك دي عارف انت اللي هي ليها ملهاش حسابات، هو دلوقتي ما عندوش اي براح، الراجل هيلاعب الترجي في السوبر يوم 24، ومن قطر هيطلع على الامارات يلعب الاهلي في يوم السوبر 20. المصري يوم 20، هيرجع من الامارات على مصر يلعب الاهلي يوم 24، عايز يخلص 24 علشان بعدها باربع ايام هيلعب الترجي. فدلوقتي هل هيلعب ترجي سوبر اهلي سوبر اهلي دوري ترجي افريقي بنفس التشكيل؟ والله الواحد صعبان عليه كارتيرون والله. يعني لا، بس هل هيلعب بنفس التشكيل؟ ما هي بقى ديت هتبان اكتر مع اللعيبه. هو كان الناس عماله في الفتره الاخرانيه تقول له انت لازم مدرب احمال، لازم لعيبه الزمالك واقعه بدنيا، لازم لازم لازم، وهو واخد الريسك على نفسه بيقول لك انا دارس احمال وانا عارف الفريق ماشي ازاي. طب بص، هو كارتيرون محمد سمير بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انا شايف كارتيرون من اسوأ المدربين اللي بيعملوا تدوير، لانه من ايام ما كان بيدرب الاهلي كان بيعمل تدوير بس في النهايه ما بتلاقيش نتيجه، لان بتلاقي اللعيبه مساله مجهده واوت اوف فورم كتير قوي. هبص معايا برضو ترجع للعيب المصري، يعني ما هو اللعيب المصري انت مثلا واحد زي طارق حامد مثلا او سين من الاسماء عشان ما بقاش بقول على لعيب معين، انت مثلا النهارده ريحته وما خليتوش يشارك في الماتش، ما خليتوش يشارك في التدريبات، فالماتش بقى اللي عايزته بيشارك فيه ما بيدلكش الاداء ال 100% اللي انت كنت مستنيه منه. بس دي مشكله مدرب احمال ولا مشكله كارتيرون؟ ما هي بقى ديت مشكله كارتيرون، ان هو هو قال انا مش عايز مدرب احمال، وقال انا دارس وانا عارف انا بدي الاحمال للاعيبتي ايه، وقالها مش في مره واحده، قالها اكتر من مره، وحتى هو يعني بين الناس ان هو زهق من كتر تكرار السؤال ده في الفتره الاخرانيه. فبالتالي هي اي نتيجه هتحصل في الفتره الجايه للزمالك هو اللي هيتحملها من A to Z. ليه؟ لان انت مثلا قلنا لك نجيب لك مدرب احمال مره واثنين وثلاثه انت ما رضيتش وقلت لا انا متحمل المسؤوليه وانا عارف، قلنا طب الزمالك انت نظام التدوير هل هو نظام صح او غلط، هو حتى الان من وجهه نظري في افريقيا هو ماشي بشكل كويس وماشي بشكل صح، ففي الدوري وقع نقط كان ممكن يجيبها كان على الاقل خلي في المركز الثاني. كلنا الكومنتات بتعدي، فمعلش يا عادل لو انت بعت كومنت قبل او في سؤال يعني يا ريت تبعته ثاني، انا اسف والله ان انا ما شفتوش. فبالتالي انت بتتكلم ان كارتيرون هو اللي مصيره وهو اللي نتائج الفتره اللي جايه هي اللي هتحكم بشكل اكبر. هو المفروض هو بيعد نفسه في الفتره ديت بالنتائج السيئه بالاداء اللي مش متوقع او الاداء القليل اللي الناس شايفاه للزمالك، ان هو بيحضر نفسه للاسبوعين او العشرين يوم اللي احنا بنقول كلنا عليها ان هو 10 20 يوم ناريه للزمالك. فهل هيقدر يكمل بالمستوى ده؟ حته بقى ان هو يلعب في الدوري قدام الاهلي بالبدلة او على الاقل ما يشاركش بالتشكيل الاساسي بشكل كامل، اعتقد ان دي تبقى صعبه. يعني ماتش الاهلي يعني مثلا ده لو ماتش مثلا مع اي فريق تاني ممكن اقول لك ماشي. طب انا اقول لك على حاجه، نخلي الزملكاويه يشاركون يعني نشوف كده الزملكاويه ايه رايهم لو كارتيرون قرر ان هو يريح لعيبته الاساسيين ضد الاهلي في ماتش الدوري طبعا مش في ماتش السوبر. طيب محمد اشرف بيسال ايه رايك في ان النهائي يكون في ملعب محايد ومباراه واحده؟ بص يا محمد، هي يعني نقطه ايجابيه
بعد اللي حصل طبعا في اخر اخر في موسم اخر موسمين أو اخر موسمين اخر موسمين وخصوصا كمان ان انت لما هتعمل الموضوع ده مش هتظهر بقى الخناقات بتاعت اصل الملعب ده ما فيهوش فار، اصل الفار متعطب، بس الملعب ده ما كانش يستحمل تمام. بس هي طبعا ليها سلبيات. سلبياتها ايه؟ الموضوع ده احنا بنشوفه في دوري ابطال اوروبا، ما بنشوفوش في دوري ابطال امريكا الجنوبيه. بس لا هو اتعمل في اخر اخر نسخه في 2019، الماتش كان بيتلعب في ارض محايده لاول مره في تاريخهم يعني. بالظبط. لكن ليه بقى بنشوفه في دوري ابطال اوروبا؟ لان انت من قبل البطوله ما تبتدي ويمكن من قبلها بسنين بتبقى عارف ان نهائي 2020 ده هيتلعب في الحته الفلانيه، هيتلعب في سانتياغو برنابيو، هيتلعب في اليانز ارينا، هيتلعب في سان سيرو، اي مكان. مش بيتقال في وسط البطوله علشان انت بترفع الحرج عن نفسك. يعني عادي جدا عادي جدا ان بايرن ميونخ يبقى مثلا بيلعب في بطوله 2016 وعادي جدا يتاهل للمباراه النهائيه وهي على ارضه لكن مش بيتقال في وسط البطوله وبايرن ميونخ في ربع النهائي مثلا. فيبتدي بايرن ميونخ الناس تبص له بصه اللي هو ايه اللي هو انت ده بالتظبيط مع الويفا يعني. فده اول نقطه، احنا لحد النهارده لسه ما نعرفش ايه الملعب النهائي. فطبعا فلنفترض مثلا ان هم هيعلنوا الكلام ده مع السيمي فاينل. طيب السيمي فاينل لو في مثلا فريق مصري وفريق مغربي وفريق تونسي وفريق كونغولي، يبقى انت كده لازم الملعب المحايد ده ما يبقاش من الاربع دول صح. طب افرض مثلا بالشكل ده هتبقى مضطر ان انت تروح تلعبه في استاد اي كلام، يعني احنا في افريقيا في الاول في الاخر يعني. هل ده ايجابي لصوره القاره او للتسويق للبطوله؟ انا ما اعتقدش. بقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت الكلام ده لما بتعمله في اوروبا، فاوروبا الحقيقه يعني سواء في ماتشات او ما فيش ماتشات فهي اصلا ديستنيشن للسفريات والرحلات، والدنيا هناك سهله وتقدر عادي جدا تسافر من بلد لبلد بالقطر بالعربيه بالطياره زي ما تحب. الامور هناك افضل بكتير من ناحيه الانتقالات ومن ناحيه الاقامه. انما هنا في افريقيا يعني هل مثلا هيبقى النهائي ما بين فريق مصري وفريق مغربي وهيروح يلعبوا في بريتوريا مثلا؟ طب هل بريتوريا اصلا يعني حاجه سياحيه تخليك مثلا وانت مشجع للاهلي على سبيل المثال لو الاهلي وصل للنهائي او الزمالك وصل للنهائي تروح تدفع لك مثلا 20,000 جنيه علشان تروح تتفرج على ماتش النهائي؟ خلي بالك ده حصل قبل كده، كان مباراه الاهلي والنجم السوبر الافريقي 2006 وفي الاخر ما كانش فيه جمهور اصلا في الماتش. الاهلي والزمالك في التسعينات في مباراه السوبر الافريقي وكنا بنشوف في مدرجات فاضيه. فهل انا بصراحه شايف ان لا، افريقيا غير مجهزه للموضوع ده. يعني الموضوع ده كان لازم يتم بدراسه اكبر، كان لازم يدوا لنفسهم مثلا يقولوا يا جماعه احنا بعد 5 سنين هنعمل الماتش من في مباراه محايده ومن مباراه واحد من ملعب محايد ومن مباراه واحده، واول نسخه بعد 5 سنين هتبقى مثلا في استاد القاهره. فارفع عن نفسه اي حرج. انما بالمنظر ده وزي ما بقول لك كده ممكن تلاقي نفسك مضطر في الاخر خالص ان انت تلعب النهائي في بلد مش مجهزه لاستقبال الكم ده من الجمهور، او بلد ما تكونش سياحيه، او بلد عندها مشاكل امنيه، او ايا مكان. يعني انا ما اعتقدش ان حتى كمان لو انت جبت 200 ولا 300 واحد من المشجعين عندهم استعداد ان هم يدفعوا 20,000 جنيه مثلا يعني علشان يروحوا يقعدوا 3 4 ايام في بلد نص نص، مش هتلاقي مثلا 20,000 30,000 زي اللي كانوا بيجوا لك هنا في الاستاد لما يبقى الماتش رايح جاي. طيب خلينا برضو نشوف الكومنتات بقى الناس عن موضوع هل كارتيرون يقدر يريح لعيبه الزمالك في ماتش من الماتشات الجايه او خصوصا ماتش الاهلي في الدوري. ففي محمود ربيع بيقول اكيد لازم يريح اللعيبه مش هتقدر تكمل كل الماتشات ديت. في برضو عبد الله درويش بيقول يريح اللعيبه في ماتش الاهلي بتاع الدوري. في محمد سعد بيقول اكيد ماتش القمه في الدوري هيتاجل. يعني هو لغايه دلوقتي يا محمد ما فيش اي حاجه بتقول ان الماتش هيتاجل او هيتلعب مكانه ماتشات ثانيه. يعني اتحاد الكوره اكتر من مره شايف هيتاجل ماتش في الدور الاول، اخر ماتش في الدور الاول، حتى لو في مؤجلات للاهلي او الزمالك غيرها فهو يعني ما فيش مساحه ثاني ان يتاجل ماتشات في الدوري في الفتره اللي جايه. في برضه احمد عامر بيقول انتوا ليه بتهاجموا كارتيرون من قبل الماتشات اصلا؟ احنا مش بنهاجم كارتيرون، احنا كنا بنتكلم على عمليه التدوير اللي كان بيقوم بيها كارتيرون في الفتره الاخرانيه. كارتيرون مميز جدا في افريقيا. لا يعني ما هو كارتيرون كمدير فني في افريقيا، احنا قلنا ان هو كمان كسب دوري ابطال افريقيا مع مازيمبيا قبل كده والسوبر مع الرجاء ووصل مع الاهلي النهائي، فده كل ده ما يقللش من كارتيرون. بالعكس هو قادر، ممكن نقول ان هو عامل ايجابي للزمالك ان هو يقدر يوصل لمرحله بعيده في دوري الابطال ان شاء الله. في مصطفى خلف برضو بيقول هو يريح لعيبه في ماتش الدوري لو كسب ماتش السوبر، انما لو خسر هينزل بلاتاسي عادي. يعني هو شايف ان لو ان الزمالك في ماتش السوبر خسر من الاهلي فهيضطر ان هو يلعب بالاساسيين عشان يعتبر زي رد يعوض يعني. ففي برضو الديب احمد برضو بيسال بقى يعني عن الاهلي،
هل رجوع رمضان من الاصابه ممكن يرفع كفاءه الفريق؟ فانت شايف ان رمضان صبحي قريب خلاص ان هو يرجع، ممكن نشوفه في الماتشات اللي جايه؟ يعني رمضان صبحي اعتقد ان هو هيلحق على الاقل ماتش السوبر ضد الزمالك اعتقد، يعني انه المفروض ان خلاص ماتش السوبر هيبقى يوم 20، فاعتقد ان هو يبقى خلاص موجود الفتره الجايه. في بقى احمد عامر برضو بيقول ان عادي يريح الدوري كده كده خلص بنسبه تقريبا من 90%. في برضو محمد سمير بيقول شايف ان استمرار كارتيرون مرتبط بفوزه على الاهلي في اي من الماتشين، لو خسر هيحصل دروب قبل الرحيل المشهور في الزمالك. اعتقد ان صعب لان انت الزمالك في كل 3 ايام بيلعب ماتش، فما فيش فرصه خالص ان هو يغير. شريف منصور لسه جاي فاتح اللايف دلوقتي. لا شريف، بعد اللايف ما يخلص هتفتح الفيديو وهتتفرج وهتشوف فعلا. انت حسيبك انت تقيم بنفسك لو كان كلامك ده صح ولا غلط يعني. طيب بص ايه علشان ما نطولش، بص هي في ناس بتسال عن ايه التشكيل اللي ممكن نحطه للاهلي لمواجهه سان داونز. فحلو السؤال ده، يعني تعالى كده نفكر، خصوصا خيارات الاهلي مع الاصابات ما بقتش كتيره. يعني انا بشوف ان اصابه حمدي فتحي دي اصابه بصراحه في وقت صعب جدا، اصابه رمضان صبحي، بس ان شاء الله رمضان صبحي اعتقد ان هو هيلحق طبعا ماتش سان داونز. اصابات الدفاع خلت ان انت مضطر ان انت تعتمد على اسمين او ثلاثه بس لحد نهايه الموسم. فتعالى كده نتخيل، طبعا يا جماعه اللي احنا هنتخيله ده، احنا الماتش لسه عليه بحوالي 3 اسابيع. فانت بتقول بس سيناريو تخيل، لان ممكن تحصل اصابات، ممكن يحصل اجهاد، ممكن يحصل دروب في مستوى لعيب، ممكن لعيب تاني يؤدي اكتر في الملعب. بس اكيد محمد الشناوي تمام، انا هختار في باك يمين احمد فتحي الحقيقه، لان الماتشات اللي زي دي عايزه خبره احمد فتحي اولا، وثانيا طبعا لانجرمان احنا عارفين قد ايه هو باك شمال هجومي مش دفاعي قوي، بس هجومي قوي جدا 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 يعني، وشفناه ضد الزمالك وضد الاهلي. تمام. في خط الدفاع ياسر ابراهيم الحقيقه يعني ماشي بشكل كويس في الفتره الاخرانيه، يعني عمل ماتش كبير جدا. هيبقى ساعتها دلوقتي بس سؤال محمود متولي ولا رامي ربيعه. انا هختار رامي ربيعه، عشان رامي ربيعه من المفترض ان هو عنده خبرات اكتر من المشاركات الافريقيه، واعتقد ان هو يعني مع ياسر ابراهيم ممكن يعملوا دويتو كويس في ماتش تقيل زي ده. باك شمال طبعا علي معلول. بص انا بقى الحته دي اختلف فيها معاك. بصوا انا ناس كتير بتشوف ان ايمن اشرف اقل من علي معلول، بس ايمن اشرف على الواجبات الدفاعيه قدام فريق زي سان داونز افضل من علي معلول. بس انت خد بالك انت برضو بتلاقي احنا اول ماتش انت اول ماتش يعني هنا في القاهره يعني ايمن اشرف مثلا ضد الهلال انا ما كانش عندي مشكله خالص في الموضوع، بالعكس كنت شايف ان حاجه كويسه، لان الاهلي النهائي التعادل كان هيأهله. انما انت في ربع النهائي تعادلت ما لهاش ماسكه في النهايه، انت محتاج تكسب، انت لازم تكسب. انت في ماتش الذهاب مش لازم لاعب يقدر يوازن، ففكره ان انت هتفضل مأمن دفاعاتك بشكل كبير بس، فطب مين هيهاجم؟ مين هيسجل؟ فانا معلول من المفترض ان عنده خبرات، يعني ممكن يكون خلاص هو عنده الخبرات خلاص مع الصفاقسي ولا ومع منتخب تونس. فانا بصراحه برجح معلول. والله بقى الاهلي مثلا فلنفترض كسب هنا 3-4-0 يبقى يلعب بايمن اشرف في ايه؟ تفكر بالتفكير بتاعك بقى. تمام. خط الوسط بقى، هي دي بقى المشكله. ليه بقى المشكله؟ لان حمدي فتحي الحقيقه كان بيعمل مهام، مش بس ان انا لعيب ارتكاز، لا لعيب ارتكاز وصنع لعب وبسجل. تمام. فكان ارتكاز مثالي ريني فايلر اللي بيحب اصلا يلعب بارتكاز وحيد، ومع اصابته الدنيا ما بقتش زي الاول. تمام. فكان ريني فايلر بيحاول ان هو ينزل السوليه ويلعب جنبه قفشه. طبعا الموضوع ده كان كويس جدا، بس الموضوع في الدوري بس في افريقيا هيبقى صعب. ليه بقى صعب؟ لان زي ما قلت لك عندهم سيرين وصنع الالعاب الاوروجواياني ده خطير جدا، واكتر لعيب على فكره صنع فرص في دوري ابطال افريقيا، فانت محتاج ان يبقى في واحد واقف بيتعامل معاه. عندهم زويني طبعا والناس عارفاه، فانا شايف ان لازم يبقى في اثنين ارتكاز بالظبط، ثنائي في كارتكاز اللي هم اليو ديانج والسولاي. طب انت مش شايف ان محمود متولي ينفع يلعب كارتكاز يبقى موجود؟ ينفع طبعا. محمود متولي كان الماتش اللي لعبه ضد المقاولين العرب في خط الوسط عمل ماتش كبير جدا، وكان منهم ذا ماتش. بس يعني بنتكلم دلوقتي ان انت عايز افضل مستوى من خط الوسط، فاحنا خلاص شفنا اليو ديانج، شفنا قد ايه ان هو لعيب يعني بيقدر يسلم صح ويستلم صح، ده غير طبعا ان هو بيعمل دوره على اكمل وجه في ان هو قوي بدنيا، بيقطع الكرات وما بيتعبش في النهايه. وجنبه طبعا عمرو السوليه، لان عمرو السوليه خلاص يعني لعيب اساسي في الاهلي بقاله سنين طويله، فخلاص عنده الخبرات اللي تخليه دايما اساسي مع الاهلي مش في افريقيا بس وفي الدوري كمان. وقدامهم طبعا المتالق قفشه ده انا يعني الحقيقه شايف ان هو
من اهم عناصر الاهلي. اللعيبه والصفقات اللي الاهلي عملها السنه دي، لان قفشه مش بس صانع لاعب مميز، لا هو قادر يلعب في اي مركز في خط الوسط، وقادر ان هو يحول دايما لعب الكره لقدام باقل عدد من اللمسات، وبيقدر يتمركز صح علشان ياخد السكند بول او علشان يسجل بنفسه. فقفشه ده مهم جدا، وطبعا قفشه بديله مين؟ وليد سليمان. وليد سليمان خبراته الافريقيه دايما بتخليه عنصر حاسم في اي ماتش افريقي، فدايما هتلاقي ان قفشه يخرج وليد سليمان اللي ينزل. في الهجوم طبعا ان شاء الله يكون رمضان صبحي رجع، حسين الشحات يكون رجع، ايو بجي انا الحقيقه لسه مش عارف دلوقتي هو هيكون خلاص ابتدى يلعب 90 دقيقه من هنا لحد اخر فبراير ولا لا. فطبعا لو لعب 90 دقيقه اكيد هو هيبقى اساسي، بس لو مش اساسي اعتقد ان يبقى جونيور اجاي مش مروان محسن، لان محتاج سرعات اكتر ما بين قلبين الدفاع. محتاج سرعات بالظبط، وخد بالك ان يعني انا بشوف ان اقل خطوط سان داونز هي خط الدفاع. فطبعا عمليه اللامركزيه اللي بيعملها رينيه بايلر ما بين الثلاثه حسين الشحات ورمضان صبحي واجاي دي هتربك دفاعات سان داونز، واعتقد ان الثلاثي ده هيكون هو الاقرب للتشكيل الاساسي لو اليو بادجي ما كانش لسه بقى ياخد ال 90 دقيقه بالشكل ده. يلا ناخد سؤالين بقى ونقفل علشان اكيد الناس زهقت مننا. في محمد سمير بيقول اعتقد تجهيز كهربا فنيا وبدنيا على مستوى الثقه في الاربع ماتشات اللي جايه دول هيكون حاسم جدا في مشوار الاهلي. يمكن كهربا لسه يعني مش اساسي مع الاهلي، هو بيشارك كبديل يتالق في الفتره الاخرانيه، يمكن هو بس الانفراد اللي ضيعه في ماتش الهلال اللي كان ممكن يسهل على الاهلي المهمه اصلا في الماتش الاخراني. لكن اعتقد ان كهربا برده كمان دوره هيبقى كبير لو بقى متواجد، يعني لو مع وجود ماتش الاهلي في قدام صن داونز، واعتقد ان هو هيبقى ليه دور مهم لو هنفترض ان رمضان لا قدر الله ما رجعش او ما لحقش بالماتش. فاعتقد ان كهربا ممكن يكون اساسي كمان عقبال لما نوصل لنهايه الشهر. في مين برضه الناس كانت بتسال على الزمالك. طب يلا السؤال الاخير، في مين تاني ممكن نشوف اسئلته؟ اعتقد ان الزمالك ممكن يفهم الترجي في السوبر ويروح يشوف الهجوم. في برضو عبد الله الفقي بيقول تعتقد الزمالك ممكن يفهم الترجي في السوبر ويروح يشوف العيوب ويشتغل عليها. دي اكيد مهمه المدرب، يعني خلاص هيبقى كارتيرون، يعني لما تلاقي فرقه هنفترض الزمالك يعني ان شاء الله باذن الله الزمالك ربنا يوفقهم ويكسبوا او حتى خسر، فهنفترض خلاص انت المفروض تبقى فهمت الدماغ الفريق اللي قدامك، فهمت المدرب اللي قدامك بيعمل ايه، فخلاص انت المفروض اتعلمت قدامك 90 دقيقه كامله او 120 دقيقه بقى حسب بقى ما المباراه تتلعب. فاعتقد ان خلاص المفروض ان هو يكون فهم العيوب والمميزات اللي موجوده في الترجي عشان يقدر يتغلب عليها يعني. فاعتقد ان هي ديت فرصه كارتيرون، وان شاء الله يعني ربنا يوفق الزمالك ويفوق يرجع بالكاس من قطر ان شاء الله. طيب اخر حد بقى علشان هو حلفنا عبد الرحمن اشرف بيقول والنبي جاوب، هو الاهلي قادر انه يتاهل؟ ان شاء الله عبد الرحمن الاهلي قادر انه يتاهل، و يعني مش هقول لك بقى ياخد طار السنه اللي فاتت، لان الاهلي لو كسب 1-0 بس هي نتيجه كويسه ويقدر ان شاء الله يكمل لحد ما يوصل للنهائي. شكرا جدا ليكم يا جماعه، اتبسطنا ان احنا كنا معاكم النهارده. ان شاء الله نحتفل سوا كلنا مع بعض بتاهل الاهلي وتاهل الزمالك للسيمي فاينل. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير.